السلامة يا الحباب، وش راكم؟ شاكم على الصحة؟ ان شاء الله تكونوا ديما ديما لاباس. نهاركم زين كي ياسمين ان شاء الله. مازلنا في اجواء العيد، جاني نحم تاعي 3 ايام بعد العيد. المهم درنا الضحية، وهذيك ان شاء الله ربي يقبلها، وان شاء الله الضحية والروح طلعت عند الله سبحانه. 3 ايام وحنا نستناو حتى من بعد باش جاني نحم تاعي. على درت له الحواشي، ها درت له الحاشيه ونزغرت عليه كي اللي لحم تاع العروسه. عرس 7 ايام وسبع ليالي، ولايات بثلاث ايام وش علي. المهم حنا درنا الضحيه وطلعت عند مولاها. انا هنا عندي لو جيغو دانيو، يعني رجل تاع لانيو. هنا كما راكم تشوفوا كاين دي تاش بلو، كاين لو طومبون بلو، وكاين لو طومبون هنا avec le certificat et la date تاع le sacrifice، la date اللي ils ont égorgé فيه le mouton ولا l'agneau. هادو اللي كتشوفوا فيهم دي فوا يتبدلوا، دي فوا يكونوا في الفير، دي فوا يكونوا في البلو، دي فوا يكونوا في الروج aussi. ودي فوا سي بو دي بيك جون فير روج toutes les couleurs. هادو سي كوا؟ سي l'organisme de l'AVS. C'est quoi l'organisme d'AVS? L'organisme d'AVS, c'est le contrôleur qui vient contrôler un les bouchers, le certificat d'AVS. Ils viennent voir, c'est des contrôleurs qui viennent vérifier est-ce que réellement, avec l'insan, les rendent le certificat AVS, les raouis bien le ham halal. هادو يكونتروليو كاع لي بوشي. انا رايحه نحيها اي جو في ديغريسي شويه كيما راكم تشوفوا، شويه فيه لو غران، جو في ديغريسي نحيلو شويه ديك الشحمه، ماشي كلش، نخلو شويه تاع الشحمه باش تطلق البنه. فوالا نحي كالكو تخيك، ماشي حاجه، كيما هادي نحيها. فوالا هادي نحيها، نحيت هذاك لو طومبون، نحيت لو كاشي اوسي، لو كاشي تاع AVS، لاكتيفيتي دو سيرتيفيكا اي دو كونترول، لو كونترولور لي كونتروليو لي بوشي بور لا فيوند حلال. فوالا هنايا كي تبي هاد لو كاشي اي لو طومبون بيان سور، سورتو لو طومبون AVS، كو تا فيوند نتاعك الي كونترولي، يعني اللحم نتاعك مذبوح على الطريقة الإسلامية. هنا عندي لو جيغو دانيو، عندي زبدة اون بوماد، عندي لو فون دو فو، مرق تاع البقري، سكنجبير، زيت الزيتون، الفلفل الكحل الابيض وفلفل الكحل الكحل. فوالا هنا عندي شويه تاع لو بيمون دو. بالنسبه للتوابل عندي توم، توم بقشورو، عندي سكنجبير، سكنجبير فخي، عندي بابريكا اللي هو الفلفل العكري، الفلفل الكحل اونغرا عنده بزاف البنه كيكون اونغرا هكذا، الملح وشويه تاع الثوم كيما راكم تشوفوا الثوم اونغرا. اول حاجه اللي راني رايحه نديروها هي نضرب ديجوني الزبده هنايا. هنا نروحو نبيكيو شويه الثوم هكذا، ما نقطعوهاش، غير نبيكيوها برك باش تخرج لها هذاك الماء اللي فيها. هكذا نحلوها غير في الوسط هكذايا بقشورها. نديروهم جيغاكتومون هنايا، نفرشو الروند تاني كيما راكم تشوفو، قلتلكمش الروند مع اللون، نفرشو نفرشو من تحت الروند. هنا هنا حنديرو الملح، الفلفل العكري، نديرو كلش، سكنجبير، نعطيو سكنجبير فخي. Je suis là parce que sinon ça va être un peu fort. Piment d'eau, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
فلفل الكحل الابيض والكحل تاعك شويه. عندنا زيت الزيتون، غير باش نخلطوها هذي. هنا عندنا لو بانسو، غادي نديرو شويه تاع الماء. نعطيها لكم، عمرك ما تبيكي لا فيوند نتاعك، كلكو سوا لي فيوند، عمرك ما تشلحي لا فيوند. الا قطعتيها على زوج قطعيها باش ديري دي مورسو، بصح الا كنتي حابه طيبيها ما تبيكيش لا فيوند باش ديري الثوم لداخل. الثوم خليها هكذا، رانا رايحين اون باتيجوني الثوم ولي زيبيس لداخل، رايحه تطلق البنه. علاش لو كان تبيكي لا فيوند نتاعك واش راكي حدي لها؟ تخرجي لها لي فيتامين نتاعها، لي بروتيين نتاعها، راكي حتخرجي لها لو كولاجين نتاعها، راكي حتخرجي لها الماء ورايحه تنشف من الداخل. كي تحليها الماء هذاك تشوفوا داك الماء راهو يخرج منها، سمعها كي حتنشفيها يعني ابري لا فيوند نتاعنا اسرا بلو توندر. الو خلوها هكذا ما تبيكوهاش، سورتو الدم نتاعها لو كولاجين ما تخرجوهش، خلوها هكذايا. هنا واش راني حندير؟ راني رايحه ندير الزبده، سورتو هنايا نبدا ندير الزبدة. نطلب يا الزبدة على جال الكو والتحميرة تاعك. بعد هاد الزبدة كاع رايحة تطلق يا تا بروبلام، نسيوها كيما نقولو. هنا نحكمو هاديك ليزيبيس، أنا رايحين نديرو هدا ليزيبيس لي فيها سي بيس لي خي لي لي درناه، رايحين نديروه لداخل. ما نمسوهاش من الغدوه رايحه تذوب، باسكو كونجليتها خدمتها في ميزون لو فون دو فو في ميزون. خليوها حتى الغدوه من داك رايحه تذوب وريحه تجمد، حنحطها في الفريجيدير. غدوه من داك اون با يوتيليزي الما، ما نديروش الما داخل لو جيغو دانيو نتاعنا، رانا رايحين نديرو هادي لو فون دو فو اللي هو مرق البقري. هادي لا بروميير غوسيت لي درنا لها لي زيبيس. لي يحب يدير لي زيبيس، لي ما يحبش يدير لي زيبيس ما تجيش حاره، يديرها غير الجيغو دانيو، يدير له غير الفلفل الكحل ويدير له الملح وشويه تاع الزيت ولا شويه تاع الزبده. وكاين اون نوت غوسيت رايحه نعطيها لكم ان شاء الله، لي رايحين نديرو فيها لا موتارد، الفلفل الكحل والملح. ما نخلطوش بين
لا غوسيت داخل بين لا موتارد و لي زيبيس، رانا رايحين نبدلو لو كو تاع لو جيغو دانيو تاعنا. هادي رايحه نخليها في الفريجيدير. نقول لكم الى اللقاء دوما ان شاء الله يا الحباب. خير عليكم يا الحباب، صبحت عليكم بالخير. واش راكم؟ واش راكم على الصحه؟ نهاركم زين كي ياسمين ان شاء الله. كما شفتوني البارح حضرت لا مارينات تاع لو جيغو دانيو، درناه البارح ورانا رايحين اليوم نطيبوه، ولا نتوما ديروه صباح وطيبوه لابخي ميدي، يعني راه راح يدخلوا كاع هذوك لي زيبيس راه راحين يدخلوا في اللحم. علاش؟ باسكو ما شلحناش اللحم تاعنا، وحذاري ما تشلحوش اللحم تاعكم ولا ديروا الثوم لداخل. هنا انا رايحه نطيبوا، عندنا دو مود دو كويسون كيما تحبوا، مود دو كويسون لونت، عندنا مود دو كويسون كورت، كي نتوما كيما حبيتو. انا رايحه نديرو مود دو كويسون كورت، يعني نخلي اللحم تاعي يطيب غير بالعقل، وهذا هو طياب تاع اللحم، يطيبو غير بالعقل، نطيبو على الجمره كيما كانوا يقولوا الناس زمان. هنا راني رايحه نطيبو على درجه الحراره 90، ونخليه يطيب مده 7 سوايع، ما نحلوش الفوق، نحلو طون زون طون باش ناغوزيوه، نغوزيوه بالفون دو فو، يعني مرق تاع البقري. ولا حبيتو تكونوا مغاولين، ديرو على درجة الحرارة 180 ودخلوه واحد 2 سوايع أو 3 سوايع، يعني احنا من المستحسن نعطوه وقت يطيب غردو ويدخل فيه البنة وما يتحرقناش، يعني يجي فغيمون توندر، لا فيوند تاعنا الي توندر. نخليوه، انا راني حنطيب هنا راني حنشعل الفرن على درجة الحرارة 90 ونخليه مدة 7 سوايع، ومن بعد نشمخو طون زون طون، جو لا غوز طون زون طون افيك لو فون دو فو. هنا راني رايحه ندير له شويه تاع زيت زيتون هكذا، نفرشو هذيك الثوم هذايا من تحتها ثاني، نحبو نفرشو الثوم بزاف، نديرو هنا جوي لاغوزي بالفون دو فو هكدا، وناغوزيوه اشاك فوا، نديرولو مدة كي تلحق ساعة 3 سوايع نزيدو نديرولو لو فون دو فو باش ما ينشفلناش. هنا واش راني رايحين نعملو؟ هنا هادي باش ما تيبس باسكو غير العظم، انا رايحه نديرولها بابي كويسون، غير هادي انا رايحه نديرولها بابي كويسون ما تحرقناش، بعد نديرولها لو بابي الو. ما هي رايحه طيب باش ما تحرقنيش برك، هذه تكون شويه خارجه على البلاطو، باسكو خديت انا هذا البلاطو اللي عنده فور صغير، واللي عنده ان فور كبير ياخذ ان بلاطو بلو كرون. هنا ما نديروش بابي الو، نديرو غير لو بابي كويسون، نعطيوه بيان بابي كويسون، نديرو اون دو فوا لو بابي كويسون. يعني مثلا نديرولو لو بابي الو، بابي كويسون نجيبو لو بابي كويسون ويكفي. ها انا هاني علفتو بابي كويسون، نروحو نديروه في الفرن يا الحباب. هنا يا الحباب بعد 7 سوايع تاع طياب، شوفو كيفاش طابلي، طابلي زبدة. نروح نقطع معاكم نشوفو كيفاش طاب، شوف تي هايل، واو، شوفو كيفاش طابلي زبدة، شوفو. وشنو كيما قلت لكم، اعطولو وقت للطياب، درتو على تمبيراتور 80
90 درجه، طيبته على 90 درجه مده 7 سوايع، عطيت له وقت باش يطيب غير بالعقل. هذه هي لا فيوند. كان يعني نديروه دون ان فور تري فور راهو رايح ينشف من الداخل. بالنسبه للصوص انا ما درتش الماء، شفتوا درت. بالنسبه للماء انا ما درتلوش الماء، درت له لو فون دو، هو مرق تاع البقري. ولي ما عندوش المرق تاع البقري، انا هذاك المرق تاع البقري درته في ميزون. ولي ما عندوش المرق تاع البقري يدير هذايا لو جومبون تاع البقري، لو جيغو دانيو اللي درناه بلي زيبيس. لا بروشان فوا راني حندير لكم ان جيغو دانيو اللي رانا رايحين نديرو فيه غير لا موتاد، فلفل الكحل والملح. ثاني ما نخلطوش اونتر لي دو زيبيس. واش نقول؟ شوفوا فوالا جا الزبده، نحي لكم نوريكم كيفاش جا من الداخل. طايب ماشي محروق يعني. واو واو جا زبده. لا كويس تاع البي هذا درنا له البابي فين باش ما يتحرقناش كما راكم تشوفوا. كيف تقطع؟ انا خاطيني من نعرفش نقطع. ابخي في التقطع خاطيني انا نعرفش نقطع الحب كما ينبغي. مين وشنو نكدو من هذاك العظم نكدو. شوف انا نذوق معكم. شبشبتو كاع شبشبتو كاع. اكيد راهو حيجي بنين مع هو هاد اللحم، يعني اللحم فخي تاع العيد. سي با دو لا فيوند كونجلي، على بالكم لا فيوند كي نديروها نشوها عند البوشي راهي تجوز سور بليزيوغ زيتاب. هذا اللحم نتاعو راه رايح يجي بنين على خاطر سي لا فيوند فخيش. نتوما واش حبيتو؟ كاين لي يديرو القارص، انا ندير شويه تاع القارص باسكو ما يقهمنيش بزاف. كاين لي يديرو شويه تاع لا موتارد، تاني نديرو شويه تاع لا موتارد. كاين يديرو الهريسه، كاين يديرو حبه فليفله فلفل مشوي وياكلوه بلو جيغو دانيو. نديرو شويه تاع لي زيرب، هذا لي زيرب دو بروفونس ولا زعتره، هذا وناكلوه بصحتنا وبصحتكم يا الحباب. شوفوا كيفاش جا هايل. هايل هنا. جا هايل يا الحباب. يعني ما نقول لكم شنو تحبوا. هنا طيبوا البطاطا، تحبوا ديروا لي فخي، تحبوا ديروا لا بوري مع هاد دو جيغو دانيو. الى اللقاء، الى لا بروشين فيديو ان شاء الله يا الحباب.